شو بتحب تختار؟ جرأة. جرأة من البداية. حلو. طيب بدنا اياك تدق على حدا من اصدقائك المشاهير وتطلب منه مبلغ مادي وتمثل الدور انك انت واقع بمشكلة. خلينا نشوف قد ايه كفو. تمام. 90. خبرنا بس واحد على مين رح تدق. محمد مروان. محمد مروان هذا رح يجيب العيد بس لازم أرن عليه. شو بتعتقد هو كفو او لا؟ بصراحة لا هم كفوا بصراحة، كل أصحابي كفوا والله. يلا خلينا نشوف. لك أهم شيء حسن لما تحكي التليفون تقربه شوي على المايك حتى نسمع كلياتنا. اوكي. يلا. أبو علي. أهو برونيلو. يا كبير. سعد المساء أخوي. حبيبي غالي. شو وينك؟ بالمحل والله. اسمع انا كثير مخنوق عندي شغلي سيارات، فهمت علي؟ شو مالك؟ اجتني عمليه لازم اعملها. عمليه شو؟ بواسير. لازم تمزح انت. شو بمزح يا مروان مالك؟ فضروري اعملها الاسبوع هذا تمام؟ ف طالبين مني عشان انا انت عارف وضعي، طالبين مني 800 دينار، فهمت علي؟ ف يعني انا عارف وضعك، ف لو سمحت احكي اذا ما مالك مخنوق. شو مالك؟ بدي 800 ليره. متى بدك اياهم؟ يعني اليوم. يلا وينك انت؟ انا حاليا في رصيفي بس بدي اطلع على عمان كمان ساعه تقريبا. بكون مجهزين يا اخو. ماشي حبيبي شكرا. يلا انا جايك هسه بجيك. يلا تعال. سلام. يلا سلام. الله شو الرفيق الكفو. والله كل رفقاتي مناح والله. هاي اول واحد خلص هذا خليه تمام ما تشيله. طيب يلا حقيقه ام جرأة؟ حقيقه. جرأة كثير طلعت جرأة. في لير على الارض جزء لي ممكن. اوكي. كثير كنت تطلع لايفات مع بنات انت ولورنس. هل تاثرت علاقتك مع زوجتك بسبب يمكن الغيره الرهيبه اللي صارت؟ مين حط السؤالات؟ فريق القعدة يخرب بيته. اسمعي بدي اقول لك شغلة، هو كانت بعد اوقات تسبب مشاكل تمام، بس بنفس الوقت انا مفهمها انه هذا يعني مجال شغل. يعني هي حرام تزعل تزعل تزعل، ارضيها ترضى قلبها ابيض، فهمت علي؟ هي كانت في بعد اوقات تسبب لي مشاكل. بعد اوقات انام تحت الدرج. اوف. هالقد؟ يعني صارت خناقه كبيره فينا نقول. في خناقات كانت. طب ليه ما وقفت؟ ايش اوقف؟ توقف اللايفات. ما بزبط لانه انا ما بعمل شيء غلط عفوا. يعني بطلع لايف ما بعمل شيء غلط. احتدت بيناتكم. طيب خلينا نروح هلا للتحدي اللي بعده، احرف مخربطه، ونشوف قديش انت سريع بتجميع الاحرف. يلا. نلعب هلا لعبة أحرف مخربطة. خلينا نشوف قديشك سريع بتجميع الأحرف، ومعك 10 ثواني بس لتطلع الكلمة، وكل كلمة بدي أسألك عليها سؤال. يلا. مجهز؟ جاهز. يلا نبلش. بتبلش من الصاد. بتبلش من الصاد؟ صدمة. صدمة. خبرنا عن صدمة أكلتها بحياتك. صدمة، موقف، شيء صار؟ صدمة بصراحة هي لما الله يرحمه وادعوا له كلكم بالله عليكم لما وفاة عبود العمري. الله يرحمه. هاي كانت صدمة للجميع. الله يرحمه يا رب. الله يرحمه. طيب الكلمة الثانية. هلا هاي الكلمة بتزبط أكثر من كلمة. هاي لحم. هسا شوفي أنا شايفها لحم. لحم وحدة بس وهي مو لحم. بتبلش من الحق. بسرعة. حاء. حمل. لا حلم. حلم حلم حلم. اوكي لحقت على اخر شيء. شو حلمك؟ حلمي؟ ايه بصراحة حلمي انه اصير جد بحكي هيك كده اقول لك يعني حلمي والله حلم بسيط انا خبرنا عنه. بيت، محل، اشي بسيط يعني حلم عادي، حلم اي انسان مش حلم. واو تفتح مشروعك الخاص؟ افتح مشروع. نعم والله شو ببالك مشروع؟
بصراحة أنا كنت زمان زماناتي أشتغل ألبسة، فهي الشغلة بحبها كثير. وغير هيك إنه لما أفتح ألبسة ستاتي أنا ما بوصله، فأني قاعد بتاعه ممنوع أوصله. إن شاء الله يلا يا رب تفتح مشروعك الخاص. آمين يا رب. آمين. الكلمة اللي بعدها بتبلش من الصاد. صداقة. صداقة، برافو. آه. هل عن جد في صداقة على السوشيال ميديا أم هي فقط نفاق ومصالح مشتركة؟ في صداقة تمام، زي قبل شوي مثلا رنيت على صاحبي بالسوشيال ميديا، صاحبي قدامك والله الحمد لله رب العالمين، في والله صبر من كمان تليفونين ثلاث، بس النسبة الكبيرة وبطلب. بالنسبة الكبيرة لا هي النسبة خفيفة الصداقة فعليا والله. طيب ننتقل للكلمة اللي بعدها. يلا، من وين بتبلش؟ من اللام بعدين حاء. لحظة. شو أحلى لحظة عشتها بحياتك لهلا؟ لما تجوزت، ولا والأكثر لما أجاني علي. الله يخلي لك يا رب. الله يسلمك يا رب. والكلمة اللي بعدها بتبلش من التاء. تاريخ. لا تاء غين. تغيير. صح. كل حدا فينا بيمر بموقف بلحظة بتغير له تفكيره أو نظرته للحياة. أنت شو الشيء اللي غير لك تفكيرك؟ غير لي تفكيري؟ بصراحة ما فيش غير تفكيري، لأنه أنا اللي بيجي قدامي بسويه على طول. يعني مثلا ممكن موقف أنت كنت حباب مع كل الأشخاص بعدين بعد هذا الموقف بالضبط هي خلص، يعني أنا كنت أول شيء بحب الكل، فهمت علي؟ صار موقف بلحظة غيرت كل شيء، فهمت علي؟ تغير موقف المسرح. هذا اكثر، يعني هذا دليل كبير، يعني غيرت كل تفكيري والله. وننتقل للكلمه اللي بعدها. من الف صح بلش. صح. اعلان. برافو، طلعت اللعبه بسرعه. اعلان. هلا بلايف من لايفات لورنس هو هداك هديه اسنان. تمام. في كثير عالم بتقول انه هي الهديه كانت هي عباره عن اعلان وليس هديه حبيه. لا 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 لا، شو بتقول؟ والله لا، شوفي مش اعلان من مره والله كانت، تمام؟ بالعكس بشكر لورنس وبشكر محمود درس متواصل مع لورنس، قال له انا حاب اهديه لهذا الانسان، حبيته وحب اهديه هو وزوجته. فعليا في زرعات لحد الان شغال بزوجتي، بزرع بسوي بعمل، الزلم مش اعلام من مره والزلم محبيه والله، يعني حتى اجيت اصور له انا بالمحل قال لي ما تصور لي، كنت اصور غصب عنه، قال لي يا اخوي ما بدي منك شيء. طيب ما بتعتقد انه كان في اي ربح مادي للطرف الثالث؟ لا ما في، مستحيل. لا مستحيل، لا انا يعني هذا الشيء مستبعده تماما، انه الزلمه هذا انه يشتغل علي بشيء، مستحيل. لا هذا اخوي مش صاحبي. طيب ننتقل للكلمه اللي بعدها. من الرسالة. شو رسالتك من السوشيال ميديا؟ شو رسالتي؟ يعني شو الشيء اللي بتحب توصله للعالم؟ والله بحب شوف، لا تثق في الناس كثير، تمام؟ هي الرسالة اللي أنا أخذتها طبعا من أصحاب، من إخواني لورنس ناجي ومحمد مروان الشباب. لا تثق في الناس كثير، تمام؟ شوف يعني اعمل موقف، اطلب منهم شغله او اعمل اي شيء قدامهم، شوف اذا يعني على طول تخلى فانت كسبت كثير. وعن طريق منصتك، عن طريق صفحتك، شو بتحب توصل للعالم؟ بحب اوصل بحب لا في شغله بدي اوصلها. معلش انا بدي اوصلها بالبرنامج. انا لما الرساله هاي ضروري ضروري ضروري، تمام؟ راح اخذها من عندكم من هون من الفيديو وانزلها عندي على الصفحه. انا يا جماعه الخير بعتذر على اللي بدر مني، تمام؟ بالمسرح انا اللي سويته بالمسرح، قسما بالله يشهد عليه ربي، ما هو انه بدي اقل من حالي، لا سمح الله، ما حدا بحب يقل من حاله، ما حدا بحب يبهدل حاله، ما حدا بحب يعمل اي شيء زي هيك، تمام؟ انا طلعت انبسط معكم فقط لا غير، طلعت مره واحده، ما حدا قال لي اطلع، ما حدا قال لي انزل، طلعت لحالي دقيقه واحده، تمام؟ التمت علي الدنيا. فانا قسما بالله طلعتي كانت فكاهي، بس انه امزح وانزل واضحك، بس طلعت رقصت دقيقه انقلبت علي الدنيا، وانا بعتذر من الجميع، اسف.